السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف مثال على الـ IT Win Platform API. مثلا Change Element هو بيحمل الموديل كله. طبعا الموديل فيه حاجات بيم وحاجات جي اي اس وهكذا، والجميل ان هو مفتوح اوبن سورس، فتقدر تحصل على شفرة الكود وتعدل فيها وتعمل حاجة خاصة بيك. الاي موديل بيتحمل اهوت. ممكن يبقى عندك اكتر من اصدار وتشوف الفرق بينهم، التعديلات اللي حصلت. فيظهر معاك الموديل بالشكل دوت، المبنى موجود والتفاصيل الحاجات اللي حواليه موجودة، وكل الحاجات دي في الريال تايم. فأي حاجة بتحصل بتبقى على دراية بيها، تقدر تعمل سيلكت لأي اصدار فيهم وتشوف الفرق بينهم. خلينا نفتح حاجة تانية زي مثلا الكلاش ريفيو، الاشيو، الفاليديشن. كل الحاجات دي متبرمجة جاهزة في الاي تي وين تبع شركة بنتلي. والسامبل كود موجود اهوت عشان لو انت حابب تطور بنفسك. ده كلاش ريفيو، فلو في اي كلاشات تبدأ تظهر معاك هنا. تمام اهوت، كل ما تدوس على حاجة بيبدأ يوديك هناك وبيديك ماركر بحيث ان انت تعرف المعلومة. او المطاف يقول لك الاليمنت نمبر A مع اليمنت A و B في مشاكل بينهم اهوت. ممكن تشوف الزوم او لا، ممكن تشوف الماركر ولا لا، وهكذا. كل مكان بتقف فيه بيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيه، وهنا بيبدأ يجيب لك كلاش فيو اهوت. طيب بعد كده دي الايشوز، لو في اي مشاكل كل ايشو فيهم بتدوس عليها بيبدأ يعمل زوم عليها بحيث تبدأ تدرس المشروع وتشوف المشاكل اللي موجودة. تمام، في مشكلة في السيكنس بتاعت الوول، في هنا مشكلة ايه، ترين ستيل بيم في مشكلة فيها، فبيبدأ يوصف لك المشكلة وهكذا. ده سيمبل انفورميشن، كل مكان هتقف فيه هيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيه. زي ما انت شايف كل ده من غير ما تسطب اي برامج خالص، مجرد المتصفح العادي اللي موجود في كل الويندوز.